بين الهيئات لصالح جهات، لصالح ضد حكومة السوداني هذه الجهات؟ لو هي حكومة السوداني هكذا حدث ست يحدث سحب بهذه ست الحكومة؟ سحب ست لا 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 لا، ده اقول لك، ده اقول لك السيد السوداني ترى يقدر بكتاب واحد يفضل المشكله. عنده صلاحيه، اسمعني السيد السوداني، عنده من صلاحياته يقدر يدز امر او امر ديواني بتقسيط المبالغ اللي على كورك. كان الله يحب المحسنين، ترجع شركه كورك تشترك برأيك تشتغل، ليش السيد السوداني والمشتركين ما ما مضى حد بهذه يخسر، ولا النقطة؟ المواطن ولا ابد اصلا. وخصوصا وش من قد هو المبلغ؟ أولوياته كانت هذه الملفات قبل ما يكون رئيس وزراء. لان اكو ضغوط عليه يمنعوه. نعم، لانه يمنعوه اكو احزاب واكو قاده بالاحزاب متنفذه، همهم وشغل شاغلهم ضرب اقليم كردستان، يمنعون السيد السوداني. وقلت لك، قلت لك هذا اللي وقع هذا الكتاب اوس العوادي اصلا عليه مخالفات قانونيه وقضايا تزوير قبل، انا ما احكي من كيفي، ولكن يعني احنا نسلم مقدرات 7 مليون شخص بشخص او شخصين ما يفقهون بهذا المجال شيء، مو اختصاصهم، ما ما كنت مشتغلين مسمي او عليهم البرلمان بيد شبهات. مزور، سيد رئيس الوزراء يقدر ما يحل بقت على المشكله شركات الاتصال. فعلا. اذا مزور خلي يحكموه، لعاد خلي يحكمون عليه، ومو بس طلعوه من البرلمان عفوا، خلي يثبتون التزوير. يا اسطى السحر هذا غير موضوع هسه احنا، ولكن احنا بدنا نقول شركه كوره، وانت تعرفين جنابك متابعه لهذا الملف مدى اهميه هذا الملف. جيد. سيد رئيس الوزراء يقدر يتدخل، يقدر يتدخل وينهي هذا الموضوع، ولان هذا الموضوع اذا فعلا طبق راح يسوي شرخ كبير بين اقليم كردستان وبين بالدقيقة الأخيرة الدولة أسمع من الاتحادية. السيد مصطفى، إذا كان وحتى عنده أي يعتبر إضافة هذا أسمع. قرار طائفي قومي ضد كل مشاريع الكرد واقليم كردستان.